تفرغنا اليوم، تجمعنا كاملين الاصدقاء كاملين اللي كاينين في واحد الجروب، تجمعنا اليوم في اكادير، درنا واحد الافطار هنايا. الصراحه كان افطار متميز، والجو تاع كيف بدلنا الروتين تاع الدار. الانسان في هذا رمضان ديما الروتين تاع الدار كيحاول يبدل شويه، واليوم قررنا ان نجيو لاكادير هنايا لابلاص تاع اكادير، وفطرنا واحد الافطار زعما كان زوين، فيه شويه تاع الضحك والنشاط وهكا. هذه راه هذيك كما كيقولوا، وكنتمنى كاع الاخوان كاملين يديروا بحال هاد القضيه درنا حنايا. وشكرا. السلام عليكم. اليوم جينا نفطروا في البحر ديال اكادير. المهم صراحه الاجواء زوينه، خلينا والدينا وكل شيء، المهم وجينا نفطروا مع الاصدقاء هنا. صراحه واحد الجو يا سلام، وكنتمنى كاع الناس اللي يعني اللي كيشوفوا هاد الاجواء يعني مره في سيمانه ولا في 15 يوم يديروا شي جلسه بحال هكا، والله الا يا سلام روعه. صراحه تجربه زوينه، يعني الانسان كيبدل هذاك الروتين، كيجرب شي حاجه اللي الا ما كانش ديجا دارها، كيتعرف على ناس جداد. اجواء زوينه الصراحه، رمضان في البحر وحده الدار، يعني جوج حوايج اللي مختلفين، الدق ديال البحر بوحدو والدق ديال الدار بوحدو، كاين اختلاف بزاف. يعني كاين ناس هنايا بزاف جداد، كتعرف على ناس جداد، كاينين طقوس جديده، تمشي لعند الدار كتلقى قدام التلفازه مع ماي الدار كتشوفهم ديما، يعني كاين بزاف الاختلافات. السلام عليكم مدام سهام، جينا اليوم نبدلوا الجو شويه لرمضان مع رمضان، وكنتمنى رمضان كريم على الجميع. وجينا درنا رحله، جبنا فيها الدراري ونبدلوا الجو شويه للكورنيش ديال اكادير. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.